أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح خطيرة جراء قصف مدفعي لقوات الأسد على بلدتي كفر عمو وكفر تعال غربية حلب. مقتل القيادي في الأمن العسكري مصطفى قاسم المسالمة وإعلاميين مواليين وعنصر من قوات الأسد إثر استهدافهم بعبوة نازفة في منطقة الشياح بدرع البلد. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن انتهاء تجميد العقوبات على سلطة الأسد والتي علقتها بشكل مؤقت بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا في شباط الماضي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن ستتسارع مع إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. المندوبة البريطانية في مجلس الأمن تؤكد التزام بلادها بالسعي لتحقيق العدالة لضحايا كيماوي الأسد وتدعو سلطة الأسد إلى الكشف عن كافة جوانب برنامج أسلحته الكيماوية. مسؤول في شركة الكهرباء أك إنيرجي ينفي لحلب اليوم أي تغيير على سعر الكهرباء في المناطق التي تخدمها الشركة، والشحن حاليا يتم على السعر القديم.